ماما بابا تاتا ساسا كاكا. بالحق وتقولوا عليه جبتوا جيل متخلف. علاش التوينسة لازمهم ما يجيبوش صغار؟ زعما علاش المرأة التونسية كي تسمع بروحها اللي هي حبلة اول حاجة يجي في بالها نحس في الدنيا دايره بيا ما فهمتش بيني نومي لباس عليه هكا امان معناتها انت حبله اوكي فهمنا اللي انت لازمك تولي ملكه ولازمك العباد الكل تخدمك وتبدا العباد كلها تحت ساقيك وكذا اما علاش باش تمرجنا انت قررت انك تجيبه صغير ابرسا المراه التونسيه كي تحبل علاش تشتهيها في حاجات غريبه علاش المراه التونسيه اول حاجه تشتهيها هي الفحم شنو علاقتكم بالفحم علاش انتوما الوليد فحمتوا له مستقبله قبل ما تجيبوه لو ماذا يفضلكم يخليكم يفرحكم المرأة التونسية أبار الفحم علاش تشتهيها في الصابون شنو هي علاقتك انت بالصابون بعد ما فحمت الطفل اللي باش تجيبه تاكل في الصابون باش تنظفه ولا كيفاه شنو هو الدونتيفريز الفريز في عز الصيف الاناناس عليه قولوا لي لماذا نسيبوها المرأة حبلت امورها واضحة امورها مريقلة نمشيو للراجل عليه الراجل كي يعرف مرته حبلة يقول لي روحي قلبي عيني ما عادش تعمل حتى شيء انا باش نطيب ونكنس ونغسل عليه بيان سور هذا كلها في ثلاثة أيام وكل شيء يختفي دور الرجل يختفي دور الأب يختفي دور هو يختفي الرجل بيدو يختفي بعد 3 أيام المرأة بيان سيغ تقعد وحدها تعاني وحدها تبدأ بشوية الكدش تكبر العبيد تبدأ تلاحظ ديما المرأة التونسية خايفة من العين تلقاها ديما حاطة خمسة حاطة عين حاطة أية الكرسي ما تبعدش مع المرأة التونسية أي حاجة لما أية كرسي فما نوع من النساء كي يعرفوا رويحهم حبالة ما يحبوش يقولوا ليهم حبالة على خاطر خايفين من الحزن علاش بيان سور ام تليلها لله تدخل في اسم الطفل يشوهوا له اسمه من اجوس كازيد بو الراجل يحب يسمي بو ام جد ام وين كنت وين مشيت ديما يسخايلوا اللي هما ذكر عليه مجتمع ذكوري فاسق عليه الشابتر الثالث انا سميته العيشه المره هاي سخانه هاي حصبه امراض خلق ربي الكل يمرض بها طفل صغير مده عام كامل هو والبو والام ريقهم شايح يبداو العين ما تغمضش ما يرقدوش ماتوا سايي علاش تويس تعليم الكلاب هاو كخه يا نونو ماما بابا تاتا ساسا كاكا بالحق وتقولوا عليه جبتوا جيل متخلف معناتها انتوما السبب هاكم تشوفوا في رويحكم معناتها شنو ماما ونانا وكاكا ويفضلكم حدونا مستقبل امان ابدا بالفحم وبعديك كاكا عليه هكا عليه عليه يكبر شويه الوليد اكيد الدليل اللي عشتوه هذا الكل باش يمشي في لحظه العين باش تولي بيك وعليه باش تولي انت تعذبت باش انا جبتك باش تولي انا حطيتك في كرشي 9 شهور وانت توقف قدامي وتعمل بيبي على روحك عليه بيان سور هذا الكل يمشي تولي تدخل في مرحله المعذبون في الارض تولي اذا يا طفل امشي جيب لي كسمه امشي جيب لي فطور امشي اقضي لي من العطار كنا عشنا المرحله هي عليه تجيبونا باش تمرمطونا جيبونا باش تعذبونا جيبونا باش نخدموا عبيد عندكم علاش العائله التونسيه هكا نطرح في اسئله انا جاوبوني عليها يفضلكم ديما تحس اللي امك عامله عليك مزيه اللي هي جابتها تصور انت تكسر صحن امك شو باش تعمل يا ولاد الكلب انا جبتكم وربيتكم باش بعديك تكسر صحن الصحن هذاك كي باش تكبر باش تخلصهولي والله العظيم صاي تهسك وتمشي تهج علاش التوانسه هجت من البلاد لم وخليتنا اكيد بعد دقيقتين باش ترجع تدخل للدار وكانه ما صار حتى شيء علاش لم التونسيه ديما تحب تهجم الدار انتم ما كجبتونا انتم ما بتتحملوا مسؤوليتنا للمامات اكيد عشتوهم الحكايه هذوما الكل دونك اذا كان انت عشتهم زيدا قولوا لنا في الكومنتير علاش التوانسه لازمهم ما يجيبوش صغار